دور بعض الأفراد جماعة حماس والإخوان وقطر في إشعال الموقف في 25 يناير ومحاولة الاصطدام بمؤسسات الدولة، ممكن حضرتك تلقينا ضوء عليه؟ والله يعني هو لم يرصد ان في دور لقطر في 25 يناير، احنا ما رصدناش الوضع دوت، احنا شفنا ان في بعض تدخلات من عناصر حركة حماس في بعض المناطق زي الشيخ زويد وفي رفح، فكان في بعض الانفلاتات الامنيه من بعض العناصر غير مسؤوله، فيعني هو ده اللي كان مرصود، يعني انا ما شفتش اي جهات اخرى كانت متحركه في الاتجاه دوت، وكل دوت متوثق، وطبعا الكلام دوت يعني اللي المفروض يتحدث عنه واحد موجود في الخدمه دلوقتي يقدر يتكلم في الموضوع. انا راجل انا دلوقتي. احنا مش عايزين نسبب لحضرتك حرج، بس لا مش حرج ولا حاجه، بس دلوقتي ما عادش شيء مخفي بالنسبه لل مفيش حاجه، كل حاجه واضحه، والناس النهارده شافت خلال سنه حكم الاخوان حجم الجرائم والارهاب والمؤامرات اللي كانت موجوده على مصر، وكان ممكن يضيع الدوله المصرية. طبعا الدوله فندم مش مستهدفه من النهارده، الدوله مستهدفه من بعد وعد بلفور، تمام، ورؤيتهم ان هم يعملوا دولة فلسطينية، فكروا في برازيل شوية وفكروا في اوغندا شوية، وبعدين لما استقر الرأي ان يكون في فلسطين، طبعا الدولة المصرية كانت مستهدفة استهداف كامل انها يحصل فيها بعض الخلل والقلاقل. نحن نتكلم ان حضرتك شاهد عيان.